عزيزي المشاهد، في ختام معرض التراث السوداني في القاهرة في دار السودان، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة هدى إبراهيم مديرة المعارض في دار السودان، والتي أشرفت خلال الأسبوع الكامل على سير المعرض ومتابعة المعرض مع العارضين السودانيين وأيضا العارضين المصريين وعارضين أيضا من المغرب شاركوا في هذا المهرجان التراثي الكبير. معنا أستاذة هدى، رأيك شنو في سير المعرض خلال الأسبوع السابق كله، والإقبال عليه كان كيف، والناس يعني مثلا كانت راضية عن المعرض، والحاجات اللي عجبتهم شنو اللي انتم ممكن تكرروها في المعارض القادمة؟ السلام عليكم. بشكر القناة على الحضور والتغطية الجميلة، وبشكر الأستاذ بهاء عيسى على التغطية والحرص على الحضور. والله المعرض الحمد لله، يعني أنا بصراحة كنت يعني ما متوقعة أن يكون في صدى ورد فعل جميل بالشكل ده، فالحمد لله المعارض لقت إقبال شديد جدا، والمعروضات نفسها كانت قيمة وفيها إتقان، فإن شاء الله إحنا يعني بمطالبة العارضين إن إحنا هنعمل المعرض شهري بإذن الله، وحيكون أسبوع برضو في كل شهر، وإن شاء الله نطور في الشغل، ويعني وحتى إن إحنا جاتنا عروض إن إحنا نعرض برا دار السودان، فإن شاء الله أتمنى يعني إنه الناس تكون متكاتفة، و السودان ومصر أو العارضين مصر والسودان، عندنا واحدة بس هي من المغرب، فالمغرب من المغرب دي برضو لاقت يعني نجاح ولقت إقبال شديد من الزوار. طيب بعد ما أنتوا خليتوا المعرض شهري، يعني ممكن تستقطبوا جاليات تانية ممكن تشارك بتراثة أو مثلا بالتراث السوداني ذاته، ولا عندكم الفكرة شنو؟ والله هو طبعا إحنا معرض دار السودان للتراث والفولكلور هو العمل المعرض المتكامل، يعني احنا عندنا هنا تراث اعتقد انه هو الحمد لله كافي، فابتدينا نطور انه يكون المعارض شاملة تكون فيها كل التخصصات او كل الحرف، يعني من ناحية حرف يدوية واشغال يدوية، وفي ناس تانية احنا عارضين معانا مصنع بتاع ملابس، وعندنا برضو شركة بتاعت أواني منزلية، فإحنا عايزين التنوع إن يشمل التراث ويشمل كل الـ يعني المهن أو الحرف الموجودة، وشايفة إنه السيدات طبعا ما شاء الله يعني في حكاية الإكسسوار والحرف اليدوية دي شغالين بإتقان وعمل جميل، يعني قبل كده طبعا أستاذ بهاء صور المعرض كله، فالمعرض فيه نوع من المهارات، فإن شاء الله ما عندنا أي مانع إنه الناس تنضم مع معرض التراث، وحتى التراث ممكن للدول الثانية، ما عندنا يعني إنه عايزين نطور منه حتى التراث في مختلف الدول. اليوم طبعا مشاركين من السفارة السودانية السيد القائم بالأعمال والمستشار الثقافي، هل دول يعني بيدوكم دعم لقدام مثلا لتشجيع مثلا إنه تستمروا في المعرض ده وكده؟ والله يعني المستشار الثقافي قام بافتتاح المعرض، وكلامه كان بصراحة دكتور مرتضى كلامه محفز، إنه هو كان راضي عن المعرض، وإنه شجعنا إن إحنا نعمل لجنة معارض، وإنه الشغل ده يتطور، وكمان اندماج المصريين مع السودانيين، كان هو يعني أشاد بإنه دي لفتة بارعة إنه إحنا ندخل يعني وادي النيل، وطبعا كان شعارنا وادي النيل القلب النابض، لانه احنا لقينا انه احنا فعلا في كميه من المصريين مع السودانيين، فالمعرض فعلا لاقى نجاح بالانضمام ده، وان شاء الله سعاده القائم بالاعمال يعني برضو شجع، وكان هو طبعا اعتذر بس يعني واصل له يعني ان شاء الله كل اللي بيحدث. يعني قائم الاعمال حاضر الليله الختاميه النهارده، وان شاء الله يعني نتمنى انه يكون يعني
حضوره حافز ودافع لكم للمزيد إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هو السفارة إنها تكون داعمة ومحفزة للشغل ده، والحمد لله يعني ده بالنسبة لنا دعم كبير جدا في إن إحنا ننجز. وطبعا توصياتهم بتكون مهمة جدا جدا إن شاء الله أن نقوم وننفذها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذة هدى. تسلم أستاذ بهاء، وشكرا للقناة، وأتمنى أن إحنا نكون يعني وفينا وكفينا ونشرف بلدنا بإذن الله. عزيزي المشاهد، اليوم سوف نقوم باستطلاع للحضور الذين حضروا إلى المعرض خلال اليوم وخلال الأسابيع، خلال الأسبوع السابق الذي تلا بداية المعرض. معنا الآن الأستاذة. السلام عليكم، أنا أبرار فضل من دار السودان بجمهورية مصر العربية. أستاذة أبرار، بالنسبة للمعرض رأيك شنو كان في المعرض، والعرض ذاته كان كيف، والمشاركة المصرية برضو كيف؟ والله المعرض كان جميل جدا، وما شاء الله يعني المصريين كانوا كتار حلوين، استفادوا من المعرض، كانوا بيزعلوا دشمو كان يعني عجبهم شديد، بجد المعرض حلو. طيب خلال الأسبوع كله المعرض ده كان فيه إقبال كبير ولا كان إقبال ضعيف؟ لا ما شاء الله يعني كان بيجوا كثيرين، كل يوم زايدين في زيادة، يعني ما ناقصين، كل يوم بيجوا زيادة 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 ما شاء الله والله. طيب رأيك في شنو في دور دار السودان في عكس التراث السوداني، وأيضا أي حراك سوداني هنا في مصر بيعكسوا في دار السودان دائما، رأيك شنو في الموضوع ده؟ والله ما شاء الله أي حاجة في السودان جابوها، ما خلوا شيء ما جابوه، فعكسوا صورة جميلة والله للمعرض. بداية أتوجه بالشكر للأستاذ أحمد عوض مدير بيت السودان، والأستاذة هدى على التنظيم الرائع لمعرض التراث. وحقيقي المعرض شكل يعني لوحة انتزجت فيها الأصالة السودانية والحضارة المصرية، وأنا يعني حقيقة كمقيم في مصر ده بالنسبة لي كان من أنجح المعارض. أتوجه اليوم بالشكر لدار السودان، دارنا، دار كل السودانيين في القاهرة، وللأستاذ أحمد عوض عميد الدار، الأستاذة هدى منظمة هذا الحدث الكبير. حقيقة هو حدث رائع في إطار توطيد العلاقات المصرية السودانية، وشيء جميل يحسب للدار في يعني في هذا النشاط، وأنا فخورة جدا بالدار لأن أنا أحد أعضاء اللجنة الثقافية في الدار. لأن إحنا دار السودان بمهرجان التراث اليدوي اللي تعمل من يوم الأحد، واليوم الختام يوم ختام المهرجان. طبعا أحيا فينا عبق السودان العظيم من المشغولات اليدوية، والمهرجان كان مهرجان رائع جدا، ويعني تنسمنا فيه رائحة الوطن، ونرسل تحياتنا وشكرنا للأستاذ أحمد عوض المدير القائم على دار السودان بالقاهرة، وكوكب الجميلة اللي حضرت المهرجان، لأنه كان مهرجان فعلا مهرجان حي، مهرجان رائع وجميل. ازدانت جنبات دارنا العامر بأسبوع كانت تحوم داخل جدرانه أطياف وادي النيل، حيث اجتمع ما يزيد عن 28 عارض وعارضة بداخل معارض دار السودان الذي بدأ من 27 الشهر الماضي، واليوم نختتمه على وعد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية انطلاق لمعارض دار السودان تحت بوتقة وادي النيل. تم عرض علينا بعض الأماكن التي سنتواجد فيها بإذن الله هذه البوتقة الكاملة من عارضي السودان ومصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فضي لهي بالشوق ما عارف أحوالا، فضي لهي بالشوق
فوق ما عارف احواله الحلوه سد الناس يا ريتني في بالك الروعه سد الناس يا ريتني في في أولى ثانوي. طيب يا مرام، أنت حضرت المعرض كله؟ أي. طيب رأيك شنو في المعرض؟ هل معرض كويس مثلاً؟ ومعرض بيحكي عن شنو أصلاً يعني؟ المعرض جميل جداً، فيه حاجات منتجات سودانية وفيه تراث، حاجات من التراث السوداني، وعجبني شديد وأتمنى إنه هو يتكرر تاني. بشكر دار السودان اللي هو بيعمل معارض زي كده. أنت جيتي مع أسرتك كلهم ولا جيتي براكي؟ لا جيت مع أسرتي. كويس، عجبهم برضو المعرض ان شاء الله. ايه عجبهم شديد. يلا شكرا جزيلا مرام. شكرا. اسلام من السودان. طيب يا اسلام، انت حضرت المعرض ده كله وحضرت الافتتاح والختام، رايك شنو في المعرض؟ اولا انا مبسوطه جدا لانه انا جيت احضر المعرض بتاع السودان، وبحب اشكر المديره الاستاذه هدى على المعرض الجميل ده. والمعرض الشيء اللي عجبني في المعرض اكثر انه هو في ناس مشاركين في المعرض من المغرب ومن مصر، ده اللي عجبني اكثر في المعرض. والمعرض السوداني يعني ذكرني بحاجات كثيره في السودان وانه بيحوي على حاجات كثيره في السودان. طيب المعرض ده طبعا بيعكس التراث السوداني للمصريين والمصريين للسودان، رايك شنو في الحاجه دي وبالذات هم اللي عملوها كل شهر هتكون في معرض دائم في دار السودان؟ انا اولا انا مبسوطه ويعني وانا شايفه انه في اختلاف شويه يعني او حاجات متقاربه من معرض السودان ومعرض القاهره، وفي يوم من الايام يعني انه السودان ومصر كانت دوله واحده، عشان كده في حاجات بتكون زي بعض يعني. طيب يا استاذ صفاء، رايك شنو في المعرض وفي العرض والمشاركه المصريه؟ معرض جميل قوي والله، وما شاء الله معانا المصريين والسودانيين كلهم اخوه مع بعض والحمد لله. معرض اسبوع كان حلو وجميل يعني، ما عايزينه يخلص خالص والحمد لله. عرضنا حاجات جميلة وحلوة وكنا مع بعض أخوة يعني السودانيين والمصريين الحمد لله. ميرفة جلال عثمان، أمينة المرأة في دار السودان بالأسكندرية. طيب رأيك شنو في المعرض والإقبال على المعرض خلال الأسبوع الفات؟ طبعا انا جيت الافتتاح، لا المعرض ما شاء الله كويس جدا ولمي جنسيات، يعني في مصريين طبعا، سودانيين، في ناس من المغرب، والعروض كويسه والتلاقي بتاع الولفه دي كويسه، يعني هي عامله حاجه بين الناس، واسم المعرض ذاته بيدل على الحته دي. يعني في مشاركه مغربيه برضو؟ في مغربيه، اي مغربيه عارضه حاجات برضو تخص المغرب يعني. طيب ورايك في دار السودان اللي هو يعني الفترة الأخيرة دي بقى يعني يعمل نشاط سوداني بحت ونشاط يعني كبير؟ طبعا مشكورين القائمين على دار السودان بالقاهرة. في يعني من ما الثورة بدأت في ركود في جميع الدور والأندية بالظروف الحاصلة، فهم بدأوا اليوم شهر ونص، يمكن دي ثالث ولا رابع فعالية، فدي حاجة كويسة، وإن شاء الله الباقي كله كلنا هنشتغل بعد ده خلاص الوضع يعني بقى واضح قدام الناس وكده. كان في تخوف الايام اللي فاتت وكده، لكن الحمد لله حتى الاستقرار النسبي الحاصل في السودان ادى الناس دفعه كويسه يعني. طيب الجاليه في الاسكندريه ما بدات مناشط لسه ولا مثلا يعني عندهم رايهم شنو؟ لا والله لسه ما بدينا حاجه، لكن ان شاء الله عندنا النيه نعمل فعاليات ونبتدي شغل بإذن الله. لكن زي ما قلت لك الناس كلها كانت في ركود الأيام اللي فاتت، لكن بعد إن شاء الله كل الدور الأندية مش اسكندرية بس، الناس كلها هتشتغل بعد إن شاء الله. شكرا أستاذ ميرفت. سعيد بوجودي معكم في دار السودان، ونحن نشهد ختام فعاليات هذا المعرض والذي يمثل
تظاهرة ثقافية كبرى، التحية لهذه الدار التي نجد فيها عبق التاريخ في كل زاوية وفي كل مكان، وهي واحدة من منصات التلاقي بين شعبي وادي النيل. هي دار بدأت منذ القرن 18 وتنقلت من منطقة عابدين إلى ميدان دار الأوبرا، ميدان الأوبرا، ثم في هذا الموقع منذ نهاية الخمسينات، وهي منصة للتلاقي كما قلت بين شعبين تجمع بينهما مشتركات كبرى. فالتحية لشعب وادي النيل، وهو شعب واحد في بلدين تجمع بينهم قواسم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. وأنا سعيد أن هذا المعرض قد جمع السودانيين والمصريين معا يعرضون في مكان واحد، وهذه واحدة من النماذج التي نرجو أن نراها دوما تشكل لوحة تلاقي هذين الشعبين. نحن نتطلع إلى مزيد من التكامل. وهكذا اختتم مهرجان التراث الثقافي السوداني بدار السودان بمشاركة وحضور القائم بالأعمال والمستشار الثقافي بالسفارة السودانية، وبحضور أيضا أبناء الجالية السودانية بأعداد كبيرة خلال فترة الأسبوع التي أقيمت فيها هذا المعرض. المشاركة المصرية كانت كبيرة، وأيضا مشاركات أخرى من المغرب، وأيضا المشاركة الأساسية كانت من السودان. و أشاد جميع الحضور بهذا المهرجان، خاصة أبناء الشقيقة مصر وكل الذين حضروا المهرجان من أبناء السودان. بهاء عيسى، القاهرة.